السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. ميعادنا النهاردة مع الجزء الثاني من Routing Protocols Overview، يعني الموضوع اللي هو Routing، موضوع Routing أو Dynamic Routing Protocols. طبعا اتناولنا المرة اللي فاتت المقارنة بين الاستاتيك Routing والديناميك Routing، اتناولنا برضو نبذة أو ديسكريبشن بسيط فاست اوفر فيو على الريب الاو اس بي اف، الديناميك راوتنج بروتوكول زي الريب الاو اس بي اف، البي جي بي، الاي اس اي اس، الاي اي جي ار بي، الاي جي ار بي. النهارده باذن الله سبحانه وتعالى بقى ايه هنكمل. وطبعا احنا برضو المحاضره اللي فاتت قارنا ما بين الديستانس فيكتور واللينك ستيت. قلنا ان الديناميك راوتنج بروتوكول تتصنف الى عنصرين، الديستانس فيكتور واللينك ستيت. الديستانس فيكتور ينضم اليه الاي جي ار بي والبي جي بي والريب، واللينك ستيت بينضم ليه الاو اس بي اف والاي اس اي اس. في المحاضره دي باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن الديستانس فيكتور لوب بريفنشن ميكانيزمز. احنا عايزين نعرف ما معنى كلمه لوب. خدنا لوب الايدنتيفيكيشن او الديفينيشن بتاع لوب او لفظ لوب في السبانينج تري بروتوكول، واللوب يا جماعه في السويتشنج غير الراوتينج، تمام؟ يعني انا مش بتكلم عن كمعنى، هو كمعنى في السويتشنج والراوتينج اللوب واحد، تمام؟ ولكن سببه في سبب حدوثه مثلا في السويتشنج هيكون ايه؟ ان انا مثلا لو طبعا ده without السبانينج تري او without الاكزيستنس اوف سبانينج تري بروتوكول، من غير ظهور السبانينج تري بروتوكول كان السويتش ده هيطلع برودكاست، السويتش ده هيستلم برودكاست يطلعها من هنا، السويتش ده هيرجع تاني للسويتش ده، وبعد كده يطلع على طول بقى، تمام؟ ويبدا الباكت ايه تلف الى ما لا نهايه. ده نفس القصه بتاعت اللوب اللي بتحصل في الراوتنج، ولكن انا قلت مختلف ليه؟ لان اسبابه مختلفه، تمام؟ طيب كلام جميل جدا. تعالوا نتخيل ان انا عندي تعالوا نفتح كده الايه الوايت شيت. انا دلوقتي هشرح لك اللوب بيحصل ازاي، وكذلك البروتوكولات الديستانس فيكتور بتمنعه ازاي. طيب هتقول لي يا باش مهندس، طب اللينك ستيت ما بيمنعش اللوب؟ انا هجاوب على السؤال ده في اخر الايه في اخر المحاضره، تمام؟ فانا هتكلم دلوقتي في مثال اللوب بيحصل ازاي. انا دلوقتي عندي راوتر، تمام، متصل براوتر، تمام، متصل براوتر. طيب كلام جميل. هنا عندي في لان وهنا عندي في لان. هفترض ان اللان دي 192.168.1.0/24. طيب النتورك اللي في النص ده مثلا راوتر 1، ده راوتر 2، ده راوتر 3، والنتورك اللي ما بين او الوان لينك اللي ما بين راوتر 1 راوتر 2 خليه مثلا 192.168.2.0/24، واللي ما بين راوتر 2 وراوتر 3 هخليه 192.168.3.0/24. عظيم. طيب راوتر 3 متصل بلان، خليها مثلا 192.168.4.0/24. طيب كلام جميل. تعالوا نتكلم ان انا في فرض ان انا عملت كونفيجريشن للريب، تمام، بحيث ان كل الراوترات عارفه النتورك ثرو الدايناميك راوتينج بروتوكول الريب. طيب كلام جميل. هنتكلم اللوب ممكن تحصل ازاي، ثم بعد ذلك هنتكلم في الفايف ميكانيزمز اللي عن طريقهم اي ديستانس فيكتور خصوصا الريب والاي اي جي ار بي يقدروا يمنعوها. طيب كلام جميل. هفترض ان انا عندي الشبكه دي كانت متوصله، وبعدين انا رحت ايه جبت شلت الكابل، تمام، انا رحت شلت الكيبل اللي موصل مثلا السويتش الموجود هنا براوتر 1. اللي هيحصل ايه؟ المفترض يا جماعه طالما انا عملت الريب والراوترات كلها قاريه بعضها، اكيد راوتر 2، تمام، هيبقى عنده في الراوتنج تيبل اللي هو عارف النتوركس اللي هي 1.0.2.0.3.0، تمام، 4.0، صح ولا لا؟ طيب كلام جميل. المفترض النتورك دي داون، حلو، فراوتر 1 هيستنى عشان يبعت، هيستنى ان هو ينفورم او يقول لراوتر 2 راوتر 3 ان النتورك ايه؟ النتورك داون. طب هيستنى قد ايه عبال، او هيفضل قاعد قد ايه لحد ما يبعت الابديت ده لراوتر 2؟ ارجع لقيمة الهلو بتاعت الريب. قيمة الهلو بتاعت الريب هي ايه؟ 30 سكند، صح ولا لا؟ فمفترض راوتر 1 هيقعد 30 ثانية عقبال ما يبعت ابديت او هلو الى راوتر 2 يقول لراوتر 2 ان هو ايه 1.0 ايه از ديسكونكتد، ما بقتش اوريدي افيلبل عندي، تمام. طيب عقبال ما ال 30 ثانيه دي تمر، تخيل بقى هيحصل ايه. اللي هيحصل ان قبل ما ال 30 ثانيه دي تعدي، وده وارد جدا ان هو يحصل، راوتر 2 يبعت لراوتر 1 يقول لراوتر 1 انا اقدر اوصل ل 2.0 3.0 4.0 and 1.0،
تمام. وانا عايزك تفكر في حاجه، هو المتريك بتاعت الريب ايه؟ هي الهوب كاونت صح؟ طيب كلام جميل. راوتر 2 المتريك بتاعته على 1.0 قد ايه؟ 1 هوب كاونت، لان هو بيقدر يروح ل 1.0 ثرو 1 راوتر اللي هو راوتر 1. فالمفترض راوتر 2 هيقول له راوتر 1 ايه؟ انا اقدر اروح ل1.0 والهوب كاونت بتاعتي 1. طيب كلام جميل. راوتر 1 لما يستلم يقول ايه ده؟ راوتر 2 انت هتعرف توصلني ل1.0؟ اوكي تمام، انا هعتبرك انت اللي هتوصلني ل1.0 تمام، وهخلي الهاب كاونت بتاعتي ايه 2. يعني انا راوتر 1 هيقدر، طالما راوتر 2 يقدر يروح ل النتورك 1.0 ثرو 1 راوتر، يبقى اكيد راوتر 1 يقدر يروح ل 1.0 ثرو 2 راوترز. طب كلام جميل. هيجي راوتر 2 هيبعت لراوتر، راوتر 1 هيرجع تاني لراوتر 2 يقول له بقى الايه الابديت، يقول له انا متصل ب1.0 والهاب كاونت بتاعتي 2. هو كان لسه راوتر 2 قايل له ان الهاب كاونت بتاعتي 1، لا راوتر 1 قال له ايه الهاب كاونت بتاعتي 2. راوتر 2 يقول ايه ده، انت يا راوتر 1 تقدر تروح 1.0 والهاب كاونت بتاعتك 2؟ طيب الكلام جميل. يقوم مفرود راوتر 2 الى راوتر 3، يقول له راوتر 3 انا اقدر اروح ل 1.0 ثرو 2 هاب كاونت، انا اسف اقدر اروح ثرو 3 هاب كاونت. يجي راوتر 3 يقول ايه ده راوتر 2، طالما انت تقدر تروح 1.0 عن طريق 3 راوترات، انا اقدر اروح عن طريق 4 هاب كاونت يعني، او 4 راوترز. يجي راوتر 3 يرجع تاني الراوتر راوتر 2، راوتر 2 يقوم مزود 5 يروح لايه لراوتر 1، يقوم مزود 6 وبعدين يرجع تاني يقوم مزود 7، وهكذا تحصل عندي ايه لوب. ان انا كل طب انا هسالكم هنا بقى سؤال، لو انا فرض عندي بي سي هنا عايز يبعت ايه لمين، الى جهاز مثلا في 1.0، هيحصل ايه؟ راوتر 3 هيطلع راوتر 2، راوتر 2 هيقوم مطلع راوتر 1، راوتر 1 هيقوم راجع لراوتر 2، راوتر 2 هيرجع لراوتر 3، راوتر 3 هيقوم مطلع راوتر 2، راوتر 2 هيروح لراوتر 1، وهكذا وهكذا. تمام. طيب كلام جميل. ده الميكانيزم او سيناريو بيوصف لك ازاي اللوب ممكن تحصل. طيب حلو قوي. ازاي ممكن نمنعها؟ انا عندي اقدر امنع اللوب ثرو 5 ميكانيزم او خمس طرق بيشتغلوا ان بارلل مع بعض، بالتوازي مع بعض. طيب دول الخمس طرق اللي اقدر امنع بيها حدوث اللوب. اول حاجه الماكسيمم ديستانس، الماكسيمم ديستانس ايه الماكسيمم ديستانس؟ بمنتهى البساطه بالبساطه هعتبر النتورك يعني مثلا انا طالما اللوب يا جماعه ما بتيجي بتحصل اكيد الايه المترك بيزيد تمام، ويفضل يزيد الى الانفينيتي صح ولا لا؟ طيب كلام جميل. اذ كان في الحاله اللي انا الكيس اللي انا اتكلمت فيها المره اللي فاتت، راوتر 1 يروح لراوتر 2 يقول له انا متصل ب1.0 الهاب كاونت بتاعتي 1، راوتر 2 يقول له انا متصل ب1.0 الهاب كاونت بتاعتي 2، راوتر 1 يروح لراوتر 3 انا متصل ب0 1.0 الهاب كاونت بتاعتي 4، يرجع له يقول له انا راوتر 3 يروح راوتر 1 يقول له انا متصل الهاب كاونت بتاعتي 5، وبعد كده تبدا تزيد الهاب كاونت عماله تزيد تمام. فانا لو حطيت قيمه محدده، لو زاد عنها الهاب كاونت او لو زاد عنها الديستانس انا اسف المتريك، هعتبر النتورك دي انريتشبل. طيب الماكسيمم ديستانس عند الريب هو 16، يعني من الاخر لو انا وصلت ان النتورك دي اقدر اروحها ثرو 16 راوتر، هعتبر النتورك دي انريتشبل تمام. يعني بمنتهى البساطه لو فضل الزياده دي عماله تحصل، افرض بقى ان راوتر 2 راح قال لراوتر 1 انا اقدر اروح للنتورك 1.0 والهاب كاونت بتاعته 15، فراوتر 1 هيقول اذا الهاب كاونت بتاعتي 16، راوتر 1 مش هيقبل النتورك، مش هيضيفها عنده في الراوتنج تيبل او هيحذفها من عنده. ليه؟ لان لان القاعده بتقول في الماكسيمم ديستانس في الريب ان طالما زاد عندي الهاب كاونت عن 16 هعتبر النتورك انا اسف عن 15 يعني 16 فما فوق، هعتبر النتورك ايه ان ريتشبل. طيب كلام جميل. ده الماكسيمم ديستانس. في الاي جي ار بي الماكسيمم ديستانس كبير، يعني حاجه يعني ايه يعني مل يعني تقريبا حاجه يعني حاجه 100 مليون 200 مليون 300 مليون وشويه. ده في الاي اي جي ار بي. طبعا المتريك بتاعت الاي جي ار بي معقده جدا، احنا ان شاء الله هنتناولها بشيء من التفصيل وبصيغه مبسطه جدا 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 في المحاضره بتاعت الايه الاي جي ار بي. احنا بنتكلم دلوقتي كمثال على الريب لان ده ديستانس فيكتور راوتنج بروتوكول تمام. طيب كلام جميل. الراوت بويزنينج ويز تريجرد ابديت. تعالوا بصوا، تعالوا نبدا بتريجرد ابديت. هتقول لي طب ليه مش هنبدا بالراوت بويزنينج؟ الاثنين بيشتغلوا مع بعض. فانا عشان افهمك الراوت بويزنينج هفهمك الاول تريجرد ابديت. التريجرد ابديت بيقول ايه؟ بيقول ان انت لو عندك الشبكه بتاعتك بقت داون فصلت، ده يعتبر ظرف طارئ، وطالما حصل عندك ظرف طارئ ما تستناش ال 30 ثانيه، ابعت الابديت على طول.
عظيم، ابعت الايه الابديت على طول ان النتورك بقت داون، يعني كان الراوتر 2 يقول له راوتر 1 وبدوره راوتر 1 هيروح راوتر 3 يقول يروح راوتر 3 ويقول له ايه 1.0 بقت داون. طيب كلمه 1.0 بقت داون حلو هتحصل ازاي؟ يعني راوتر 2 ازاي هيقنع راوتر 1 وراوتر 3 بانهم يشيلوا 1.0 من الحسابات بتاعتهم من الراوتنج تيبل بتاعتهم؟ ده هيحصل ازاي؟ ده بواسطه بقى الراوت بويزنينج. الراوت بويزنينج بيقول ان عشان اقدر اشيل نتورك من راوتنج بروتوكول من راوتنج تيبل تمام لازم اوصلها للماكس ديستانس بتاعتها تمام. يعني لو من الاخر راوتر 2 عايز يقنع راوتر 1 بانه يشيل النتورك هيروح لراوتر 1 ويقول له راوتر 1 انا متصل ب 1.0 والهاب كاونت بتاعتي 15، فراوتر 1 لما يشوف ان الهاب كاونت بتاعت راوتر 2 15 هيقول اذا انا 16، وطالما هي 16 يبقى انا النتورك ريتشبل وهشيلها عندي من ايه الراوتنج تيبل. شفتوا ازاي راوتر 2 خلى راوتر 1 يشيل الايه النتورك من عنده من الراوتنج تيبل؟ خلي بالكم يا جماعه ان الراوتنج بروتوكول وظيفته ان هو ياد راوتس او نتوركس في الراوتنج تيبل. اي راوتنج بروتوكول وظيفته اللي هو يضيف نتوركس في الراوتنج تيبل، لكن مش وظيفته ان هو يشيل نتوركس. يعني راوتر 2 ما ينفعش يروح بواسطه الريب يقول له راوتر 1 شيل النتورك دي، مفيش مسج او داتا معناها كده. لا انا عشان اخلي راوتر 1 يشيل النتورك عنده 1.0 من الراوتنج تيبل بتاعته، راوتر 2 هيستفاد بالقاعده بتاعت الماكسيمم ديستانس اللي هيقول لراوتر 1 انا متصل ب 15، اذا راوتر 1 يقول اذا انا المتريك بتاعتي ل 1.0 هي بقت 16 تمام، وبالتالي النتورك راوتر 1 هيعتبرها ريتشبل، هيروح لراوتر 3 يقول له انا 16، راوتر 3 هيقول لي يبقى اذا انا 17، وطالما ال 17 اكبر من ال 15 يعني 16 فما فوق هعتبر برضه النتورك ريتشبل، فالنتورك هتتشال 1.0 من عند راوتر 3 ومن عند ايه راوتر 1 تمام. ده الراوت بويزنينج. راوت بويزنينج يعني اقتل الراوت او اعمل تسميم للايه للراوت يعني شيلها. احنا كده فهمنا الايه تريجر ابديت، ان انا اول ما النتورك يحصل حاله طارئه النتورك فصلت او كانت مفصوله ورجعتها تاني كده ده حاله بقى ايه ابعت ابديت على طول ما استناش ال 30 ثانيه. طيب عشان ابعت الابديت انا عايز اشيل راوت اعمل ايه؟ الراوت بويزنينج يقول لك ايه، يقول الراوتر اللي عنده النتورك فصلت يبعت الاشاره بتاعته الابديت بتاعته الراوترات الثانيه بالايه بالماكسيمم ديستانس ماينس 1 اللي هو 16 ناقص 1، يقول له ده انا 15، فالراوتر يقول اذا انا 16 يعني unreachable، راوتر 3 يقول انا 17 اذا unreachable. طيب ده كلام جميل. السبليت هورايزون. السبليت هورايزون بقى ايه؟ مفيد جدا جدا جدا. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان من الاخر فاكرين اللوب حصلت ازاي؟ حصلت ان انا النتورك دي عندي بقت داون، بس راوتر 2 كان هيستنى 30 ثانيه عشان يبعت الابديت الى راوتر 1، لكن راوتر 1 اسالكم في سؤال، ايام ما كانت الشبكه دي اب يعني كانت متوصله و100 100 وعملت الرب، كان ايه اللي حصل؟ كان راوتر 2 ده بناء على المحاضره تقريبا اللي فاتت او قبل اللي فاتت لما شرحنا الديناميك راوتنج بروتوكول الكونسبت بتاعه ماشي ازاي، راوتر 2 هيروح لراوتر 1 يقول له ايه؟ انا متصل ب 1.0 صح ولا لا؟ انا متصل ب 1.0. راوتر 1 استلم على فاست ايثرنت هفترض فور اكزامبل اللي هي 0.0 اعلان من هنا. طيب السبريت هورايزون بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا ما تعلنش عن نتورك استلمت اعلان عنها. ازاي الكلام ده؟ تاني يعني يا جماعه تاني، انا دلوقتي راوتر السبريت هورايزون بيتكلم عن ايه؟ بيقول انت كراوتر عندك انترفيس ما تطلعش ابديت عن طريق الانترفيس دي بنتورك انت استلمت اوريدي اعلان عنها على الانترفيس دي تمام. يعني من الاخر راوتر 1 مش هيروح لراوتر 2 ويقول له انا عارف 1.0، لا هيقول له انا عارف 2.0 3.0 4.0. ليه؟ لان الفاست ايثرنت دي استلم مسبقا عليها راوتر 1 اعلان من راوتر 2 باتصال راوتر 2 بالنتورك 192.168.1.0 1.0 صح. فمش هيطلع ما يجي يبعت ابديت او هلو الى راوتر 2 مش هيقول له انا متصل ب 1.0. ها ده السبليت هورايزون. طب هسألكوا سؤال، لو سبريت هورايزن ده انا طبقته هل اللوب في السيناريو اللي انا اتكلمت فيه اما حصلت اللوب كان هيحصل؟ ليه؟ هو حصل اصلا لان راوتر 1 النتورك دي فصلت من راوتر 2، وقبل راوتر 2 ما يبعت ابديت الى راوتر 1 كان راوتر 1 راح لراوتر 2 قال له ايه؟ انا متصل ب 1.0، فهو راوتر 2 افتكر ان يقدر يروح 1.0 ثرو راوتر 1. لا بتطبيق السبريت هورايزن راوتر 1
راوتر 1 مش هيروح نيفر ايفر مش هيروح لراوتر 2 ويقول له انا متصل ب 1.0 تطبيقا لقاعده السبلت هورايزون. طيب الهول داون تايمرز، الهول داون تايمرز مالوش علاقه قوي قوي باللوب، لكن ليه علاقه بحاجه اسمها الفليبنج. الفليبنج بمنتهى البساطه دي بتحصل كتير قوي في الاي في الاي تي روم، ان انا مثلا لو هوصل الراوتر تمام او بالراكه احطه في هرصه في الراكه، او هشيل الراوتر احطه في يو اعلى او يو اقل، يعني يعني هغير ترتيبه. بتحصل ان انا مثلا شلت النتورك، شلت الكابل، بعدين احطه مره ثانيه، طب شلته احطه مره ثانيه مثلا. ممكن واحد يقوم شايل لك الراوتر والكابل متوصل عليه، فهو عمال يشيل الراوتر ويطلعه او ينزله، الكابل كل شويه عمال ايه يطلع ويخش يطلع ويخش. الحاله دي بتحصل كتير تمام في الناس اللي بيشتغل في الاي تي روم، خصوصا اللي بيشتغل في الفيزيكال كونكشن او اشتغل في مد الكابلات وكده، ممكن تحصل معاه تمام. فطبعا انا فصلت الشبكه، هيقوم راوتر 2 مطلع تريجر ابديت الى راوتر 1 يقول له ايه الشبكه عندي مفصوله، ده بوصله الراوت بويزنج، ان هو يقول لراوتر 1 الهاب كاونت بتاعتي 15، راوتر 1 يقول دي 16 ريتشبل صح. طيب كلام جميل، افرض انا وصلت الشبكه دي مره ثانيه، يقوم راوتر 2 مطلع تريجر ابديت مره ثانيه، طب فصلت ثاني، طب اتوصلت تاني، طب الكلام ده يعني هيفضل يعني كده ايه راوتر 2 هيزاول راوتر 1 وراوتر 3 معاه. وخلي بالك احنا بنتكلم، فاحنا عندنا هنا ثلاث راوترات، الامر بالنسبه لك لو بسيط، بس اكيد لو انا مثلا عندي تشبيك راوترات بالشكل ده تمام وحاجه معقده شويه، الكلام ده كله طبعا هيبقى ايه هيجهد الراوترات وهيجهد اللينكات، هتبقى النتورك اب اند داون اب اند داون اب اند داون. لا، الهول داون تايمرز بيقول ايه؟ بيقول ان انت لو بعت تريجرد ابديت تمام، يعني النتورك مثلا كانت كونكتد ولكن هي اتفصلت تمام. طب كلام جميل، انت رحت هي اتفصلت، انا هبعت ايه تريجر ابديت. طب لو انت وصلتها مره تانية، قال لك انا مش هبعت تريجر ابديت بان هي اتوصلت الا لما يعدي تايم معين، التايم ده بيقدر اما 120 ثانيه تمام او 240 ثانيه تمام. يعني من الاخر راوتر 2 حتى لو النتورك دي اتوصلت مش هيبعت ابديت ان هي اتوصلت الا اما يستنى 120 ثانيه تمام على اخر تريجرد ابديت بعته الى راوتر 1. اوكي، اتمنى القصه دي تكون مفهومه. طيب انا يعتبر كده خلصت الايه اللوب بريفنشن ميكانيزمز، اتمنى ان هي تكون واضحه بالنسبه لكم. هنتكلم مثلا عن جزئيه بتاعه السبريت هورايزون، احنا هناخد ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى في الكورس التوبيك بتاع الفريم ريلي تمام. فريم ريلي بيتكلم عن كلاود، انا عندي موصل هنا راوتر، ده مثلا راوتر 1، ده راوتر 2، اوكي ده راوتر 3، عظيم. طيب بفرض فانا هفترض ان انا عندي شبكه هنا تمام عند راوتر 2 متوصل، وفي شبكه عند راوتر 3، وفي شبكه متوصل عند راوتر 1. طيب الفريم ريلي ده يا جماعه كلاود، انت شايفه ككلاود، هو يعني ايه لو عايز امثله لك كانه بسويتش، عظيم. طيب الفريم ليه بيتكلم من ضمن بعض الديزاينات او من الديزاينات بتاعته حاجه اسمها الهاب ان سبوك. الهاب ان سبوك ان لو راوتر 2 عايز يروح لراوتر 3 هيروح عن طريق مين؟ هيروح لراوتر 1، وبعدين ثرو راوتر 1 راوتر 2 هيروح لراوتر 3، راوتر 3 عايز يروح لراوتر 2 يروح لراوتر 1، وبعدين راوتر 1 يقوم مفروده الى ايه راوتر 2 وهكذا. طيب كلام جميل، لو عندك جهاز من الشبكه بتاعت راوتر 2 عايز يروح لجهاز في الشبكه بتاعت راوتر 3، المفترض اما اجي انستول الريب تمام، راوتر 3 هيقول له هيروح لراوتر 1 يقول لراوتر 1 ايه انا متصل بالشبكه بتاعتي، هفترض ان هي مثلا شبكه نمبر 3 مش هدي اي بي تمام كده، والشبكه مثلا بتاعت 2 راوتر 2 اهو، والشبكه بتاعت راوتر 1 اهو تمام. طيب وراوتر 1 هيروح لراوتر 3 ويقول له انا متصل بالشبكه رقم 1. طيب راوتر 2 هيروح لراوتر 1 يقول له انا متصل بالشبكه رقم 2 تمام، راوتر 1 هيروح لراوتر 2 هيقول له انا متصل بالشبكه رقم 1 ولا رقم 1 و3، واضحه؟ يعني هو مش راوتر 1 استلم اعلان باتصال راوتر 3 على الشبكه 3 صح ولا لا؟ فالمفترض راوتر 1 هيبقى عنده انه يبقى عارف ان هو ازاي عارف يوصل لواحد وايه و3 تمام؟ فما يروح لراوتر 2 يقول لراوتر 2 ايه؟ انا اقدر اعرف اوصل لواحد تمام؟ هل هيقول له 3؟ الاجابه لا. بص للسبليت هورايزون، هو استلم اصلا الاعلان على الانترفيس الفيزيكال دي، هستفترضها مثلا ان هي سيريال 0 سلاش 0، استلمها منين؟ من ار 3. السبليت هورايزون بيقول لك ايه؟ ما تطلعش اعلان من انترفيس عن شبكه انت استلمت مسبقا اعلان عنها على الانترفيس ده، تمام؟ فعشان كده راوتر 1 مش هيروح لراوتر 2 ويقول له انا عارف الشبكه رقم 3، ولا هيروح لراوتر 3 ويقول له انا عارف الشبكه رقم 2، تمام؟ الحل ايه؟ ان انا اقفل السبليت هورايزون على الانترفيس دي على راوتر 1 دي، انا هاخدها ان شاء الله في الفريم اللي تمام؟ انا هقفلها، اوكي؟ هتقول يا باشمهندس مش كده هيحصل لوب؟ اقول لك لا، يعني انا منعت اللوب بواسطه خمس طرق، يعني انا هفترض ان انت لو عندك كرسي مكون من خمس يعني ايه؟ كرسي قايم على خمس عصيان تمام؟ او خمس عواميد، حلو؟
فانت لو جيت شلت عمود واحد الكرسي هيقع، الكرسي مش هيقع تمام. انا قفلت واحد بس انا عندي اربعه شغالين مع بعض تمام. طيب كلام جميل. طيب انا كده يعتبر خلصت ايه ال distance vector loop prevention mechanism. هتقول لي طب اللينك ستيت اصلا ما بيمنعش اللوب؟ اقول لك لا، هو اللينك ستيت ممكن ما بيمنعش اللوب لان اصلا ما بيحصلش لوب لو انا شغال بلينك ستيت تمام. لو انا شغال بلينك ستيت ما بيحصلش لوب. ليه؟ لان يا جماعه بمنتهى البساطه الراوترات باللينك ستيت كلها بتكون عارفه الخريطه بتاعتها كلها مسبقا تمام، كلها بتكون عارفه الخريطه بتاعتها، يعني كل راوتر من دول عارف ان التوبولوجي اللي حواليه شكلها ايه تمام، وبيبنوا جدول اسمه لينك ستيت تيبل، لينك ستيت تيبل تمام. فده ان شاء الله هناخده في الاو اس بي اف. لما نيجي نشرح الاو اس بي اف هناخد الايه اللينك ستيت تيبلز تمام. فلو في نتورك فصلت اوكي عند راوتر، اللي بيحصل سينكرونايز ما بين كل الايه الراوترات بينها وبين بعضها ان في شبكه فصلت تمام. يعني كل الراوترات بيكون عندها نفس خريطه الشبكه، فلو حصل تغيير ان النتورك فصلت تمام كل الراوترات بت ايه بتسينكرونايز مع الراوتر اللي حصل عنده التشينج اوكي، وبيغيروا اللينك ستيت تيبل بتاعتهم بحيث ان هي تبقى مطابقه للراوتر اللي حصل عنده الايه التشينج. طبعا الكلام ده يخلي يعني يقدر يعني عن الكلام ده لو حصل انا مفيش لوب بتحصل عندي، لكن في الديستنس فيكتور مش زي اللينك ستيت، الراوتر بيكون عارف the best path to the destination network اوكي، مش بيبقى عارف الخريطه كلها. طيب تمام، احنا كده فاضل لنا التشالنجنج تيست. هنا بيقول لك what's the maximum hop count value of RIP routing protocol 16 تمام. طيب what's the hello time value of RIP، قيمة الهلو تايمر بتاع الRIP هيكون كام؟ 30 تمام. طيب كلام جميل. في المحاضرة النهاردة اتكلمنا عن ال distance vector loop prevention mechanism، اتكلمنا عن اللوب ازاي بيحصل، اتكلمنا عن الميكانيزمز اللي بقدر امنع بيها اللوب لاي ديستانس فيكتور دايناميك راوتنج بروتوكول زي الماكسيمم ديستانسز، الراوت بويزنينج، التريجر ابديت، سبليت هورايزون، هولد داون تايمرز، وكذلك حلينا مع بعض التشالنجنج تيست. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.